يدخل في القيل والقال كل من تحدث في غير تخصصه. هؤلاء الذين يظهرون في القنوات وفي مواقع التواصل الاجتماعي ليفتوا للناس بغير علم، أو ليتحدثوا في الطب بغير علم، أو ليحللوا تحليلات سياسية لا يفقهون فيها شيئا، كل أولئك يتحملون مسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى. وأحب أن أخاطب المشاهد الكريم وأخاطب نفسي معه بأن لا ننقل خبرا حتى نتأكد تمام الصحة من تأكده، وعلى الإنسان أن لا يكون غربالا يخرج كل كلام يقال له، وإلا تعلم أن بيوتا انهدت بسبب خروج الأسرار من البيوت إلى خارج هذه البيوت. كثير من النسوة تحطمت حياتهن بسبب أن صديقتها أخرجت كلاما أو فلان تحدث كلاما. كل هؤلاء سيحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى، وكل من قال كلمة وهو غير متأكد من صحتها يتحمل مسؤوليتها أمام الله، وكل من تحدث عن وطنه بكلمة مسيئة خارجة عن الإطار يتحمل مسؤوليته أمام الوطن وأمام الله سبحانه وتعالى. ولهذا السيد الكريم، كان ساداتنا الصالحون بل كل الحكماء في العالم إذا تكلموا قليلا، لأن من كثر لغطه كثر غلطه. الذي يتكلم كثيرا سوف يخطئ كثيرا ولو كان كلامه في الخير. ولهذا كان سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد الوجود وهو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، إذا تحدث السيد الكريم تحدث كلاما يسيرا. ولهذا أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يقول كلمة خفيفة فيها من الخير ما لا يعلمه إلا